الخطاب على الباب شنو قعد لك منه ذكريات مثلا؟ برشا ذكريات، ذكريات مع سفيان. سفيان وقتها مسؤول على التوذيب الركحي في العمل اللي كان. لا خلاف كممثل شو في الخطاب على الباب؟ الخطاب على الباب أوي وي 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 كان ريسير جنرال نتاع كوميديان ولا تركيب. من نتفكروا كيف اللي بوز نقام نضحك انا وياه. في خطاب على الباب نتفكر فازة نقطة مزاد كي جيت رجعت من العربية السعودية بعد 10 سنين غياب، لي تكنيسيان ما يعرفونيش جدد، عتشوفوني قالوا منين دبرتوا هالممثل؟ منين البروفيل هذا اللي جانا؟ ايه منين؟ طلبت لهم المنجي بن طارة اللي هو السون تاع سي سلاح قال لهم هذيكم عصيدة في كوز عندكم تخزر صبعكم ما يزوز. ايوه هذاك السان خدم مع حمودة معالي وخدم مع البشير رحال وخدم مع كاو هذيك الفترة قعدت في ذهني منها. وسفيان الشعري مثلا يقلقك اليوم كموضوع وفاته يعاود يتحل وتصير عليه؟ مش حلو مش حلو. الله يهديها مرته والموضوع ما كانش جبد خاطر هو توميات. اخي هو قتله طريقة شو اسمه حنانة فرحات. علاش تموت خويا؟ ربي يهديهم ربي يرحمه ربي يهديه. نحكيه على المسرح. المسرح اليوم يعيش في فترة كيفاش لو توصفها؟ المسرح التونسي في فترة كيفاش؟ هي لولا نشاط أهله لولا العباد اللي فيه سون موردو باغ سو ميتي راهو مات. المسرح التونسي في أخيب وضعيته، أسوأ فترته تو. كنا قبل بلاش هالفلوس هذه برشا فلوس كذا نعملوا مسرح. كنت نعمل 3 مسرحيات في العام ننتج. اوف بارك الله. في فرقه هاوي ولا حتى فرقه محترفه نتاع سوسه. بارك الله. اليوم ما عادش فما هذا. ما عادش الممثل يطلبك كشي كذا، الاكسسوارات يطلبك في كذا، الخدمه كلها من الفلوس. كله فلوس. والوزاره ما عادش فلوس. انا مثل ما تقول اصبر علي. عندنا احنا كشي دو كرياسيون تاع مسرحيه هذه هب الريح خذينا اون بارتي وبقالتي رمزت في الوزاره. قال شو انا مش فلوس؟ انا مش فلوس يندبوني ويجي بيت قطوسه ميته. الممثل يقول ما عندهمش فلوس. بلاش كيبي كيفاش تعمل مسرح وانت ما عندكش فلوس؟ ومش مزيه الوزاره كي تعطي برشا عباد يجي باش يقول كلام. ماذا بينا الوزاره تنحي الدعم، نحن الدعم يموت المسرح، يموت المسرح ويموت الممثل ويموت التكنيسيان على خاطر شتان برودوي كي نسوفون با. ما تراش كل 4 من الناس اللي يبيعوا في المسرح اللي يعملوا الستاند اب وكل زعما نجوم وعندهم حيل باش يبيعوا تذاكر ويعملوا ايلانونس كومبلي هما مازالوا كله مغالطات تعتبر كله مغالطات.